بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صحبي وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما ذكرنا العقيدة في الولاء والبراء هي عقيدة وجيزة عنوانها العدل والقسط. فالعبد المؤمن يحب الله ويحب ما يحبه الله وينصر الله عز وجل ويبغض ما يبغضه الله ويبغض من يعادي الله سبحانه وتعالى. فمثلا نحن نتكلم عن الكفار وخصوصا النصارى الذين يعيشون بيننا، هؤلاء كفروا بالله. يقول الله سبحانه في الحديث الإلهي: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي أن قال اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا دعوة عيسى عليه السلام لقومه، قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. كفر الله عز وجل النصارى في اعتقادهم هذا فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح سبحان الله، مسيح في دعوته، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هؤلاء قوم كفروا بالله كما ذكرنا، كيف نتعامل معهم؟ بيّن الله لنا ذلك. أولا ندعوهم إلى الله بالحسنى وبالحكمة والموعظة الحسنة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نتعامل معهم. قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا هو التعامل وهذه العقيدة ببساطة جدا جدا في مسألة الولاء والبراء. هذا ما يجب أن يكون في قلب كل مسلم، ويجب أن نربي عليه المسلمين وأن ندعوهم إليه وأن نربي عليه أولادا. هذه العقيدة مسؤولية كل أب، مسؤولية كل مدرس ومدرسة في المدرسة، مسؤولية كل إعلامي سواء كان صحفيا في جريدة أو مجلة أو في فضائية أو في قناة تلفزيونية. هذه مسؤوليته أمام الله عز وجل، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ذكر هذه العقيدة للأطفال يكون عن طريق القصة، وأنا أذكر لك قصة حدثت معي وأقول كيف نربي أولادنا ونربي طلابنا وتلاميذنا في المدارس على هذه العقيدة. كنت في سنة من السنين في إحدى المدارس، مدارس ثانوية للبنات،
فتكلمت عن قصة مريم عليها السلام. قصة مريم هذا هو المدخل إلى أن تصل إلى قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام، قال إني عبد الله. إن قال إني عبد الله، وقول المسيح عليه السلام إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هنا السؤال، المسيح عبد الله ولا ابن الله؟ المسيح عبد الله ولا ابن الله ولا هو ثالث ثلاثة؟ طبعا المسلم مهما كان ببراءته سيقول هو عبد الله بدون أن يعرف أي شيء عن الجانب الآخر. يبقى هو عبد الله. نقول طب ما في ناس بتقول إن هو ابن الله، يقولوا إزاي؟ مين؟ مش عارف كذا. فأول ما تقوله النصارى هم اللي بيقولوا كده، الطالب بيصادم، يصدم. بيصدم ليه؟ لأنه ما ترباش على كده. اللي سمعوا غير ذلك تماما. عشان كده بنقول الأجيال معذورة. الجيل ده، أجيال اللي طالعة دي كلها معذورة، لا تعرف شيئا عن دينها إلا من رحم الله تعالى. والمعرفة الموجودة عند معرفة مشوشة. فلما نقول أنهم النصارى والله عز وجل كفرهم في كتابه، فقلت قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح. قامت بنت مسلمة قالت لي ما فيش آية بتقول كده، فيش آية بتقول كده. فقلت لهم إزاي؟ قلت لهم طب البنات التانية أنتم موافقين على الكلام ده؟ في اللي موافق وفي اللي مش موافق. معنى ذلك إن ما يعرفوش إن في آية في كتاب الله بتقول كده. قلت لهم طيب حد معاه مصحف؟ قامت بنت قالت معاه المصحف. قمت مطلع سورة المائدة وقلت لها تعالي اقرأ كده. قامت ماسكة المصحف وقرأت الآية. فالبنت سلمت، آية في كتاب الله، آية في كتاب الله تعالى. العقائد معها إقناع، العقائد لا تكون أبدا إلا بالإقناع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما خاطب العقائد في كتابه خاطبها بالدليل العقلي، أدلة عقلية. صرف الله الخطاب في كتابه بأدلة عقلية. ونحن لله الحمد ديننا دين الحق ودين الأنبياء جميعا، دين عيسى وموسى ونوح وهود وصالح، دين الأنبياء جميعا، لأن الأنبياء دعوا إلى كلمة واحدة، إلى لا إله إلا الله. وهذه الكلمة موجودة في الإنجيل وباعترافهم أنفسهم، هناك 11 نص في الإنجيل يصرخ بالتوحيد. مش هنقول بقى ده انت محتاج حد يشرح لك، ده حاجة صارخة، دلالة صارخة بالتوحيد. يقولك اه احنا بنعترف انه واحد، بس الواحد ده انبثق منه اقنومة، اقنومين فالله ثلاثة. وهذه عقيدة كفر هم اتوا بها من عند انفسهم. فنحن لله الحمد ديننا الحق، ندعو الى الحق. اما هم هذه العقيدة لا غير مقبولة عقلا اصلا. أوروبا تركتها ودانت بالإلحاد لأن العقل يرفضها. فولتير نفسه، فولتير فيلسوف الثورة الفرنسية، إيه اللي خلاه ساب النصرانية؟ قال أهو أول حاجة فيها مخالف للعلم. إيه مخالف للعلم؟ واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. العلم، العلم بيقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، ولا واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة؟ فسابها. وكلهم سابوا العقيدة دي لأنها تضاد العقل. إزاي واحد يبقوا ثلاثة وثلاثة يبقوا واحد؟ دي واحد. اتنين، العشاء الرباني، إنك أنت لو كلت عيش وشربت خمرة أو شربت خل يبقى أنت كده تجسد فيك المسيح، أكلت لحمه وشربت دمه. ثلاثة، الكهنوت والتسلط، إن الكهنوت الرب، الأب، البابا أو القسيس
ده الأب، ده الإله في الأرض بتاعهم. لذلك يقول لك بابا اعترافي، بابا يعني القسيس بتاع بروح يعترف له يقول له أنا ذنبت، أنا قلت الذنب الفلاني كذا 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 كذا. ديننا في حاجة من دي، ده ديننا دين العقل ودين الحرية ودين كذا وكذا. فيش تسلط لإنسان على آخر مهما كان الإنسان ده، والله الحمد والمن. يبقى ده فضل الله، هذا هو ديننا اللي بنربي عليه أولادنا ونربي عليه المجتمع وفي نفس الوقت ندعو إليه. وهذا الدين قوته في نفسه، ولذلك مؤتمرات كنسية تلو المؤتمرات تعقد في على في جميع أنحاء العالم بيدرسوا إيه السبب، لو بيدوروا على سؤال إجابة سؤال إيه السبب في انتشار الإسلام بالانتشار العظيم ده، إيه السبب. يعني مثلا في مصر لله الحمد، يعني شوفوا إخوة الإسلام في الأيام اللي فاتت دي فضل الله في مصر هنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، درجات عالية جدا. 64 رجل أسلموا في أسوان، 4 فتيات فرحهم يوم الحد إن شاء الله هنا في اسكندرية. كنت في ندوة في عبد القادر، بعد الندوة قالوا لي بعتوا لي ورقة في معنا واحد شاب أسلم هنا وتنصحوا بإيه وبتاع، وجابوه لي الشاب وقعدت أتكلم معاه وقلت له أنت أسلمت ليه وكده، قال أنا ليا أختين أسلموا والحمد لله متجوزين دلوقتي وكده والحمد لله. ده دين الله الحق، أسلمنا كلمتين. ايه بقى اللي الرهاب اللي بتستخدمه الكنيسه ده إيه؟ ليه اللي هموته وهعمل له واخديه مش عارف كذا، ان هم شايفين الاسلام بينتشر انتشار عظيم جدا مش عارفين يفضطه، فكون النتيجه اللي هيعمل اللي هيسلم هنعمله فيه ونسوي فيه عشان يخاف. ما تيجي واحد منهم عايز يسلم يقول لك بس هيقتلوني، انا اروح فين، انا مش عارف كذا وكذا وكذا، ان هو مش عارف اصلا ايه ما هي عقيدته. لو فكر بس بقيمه التفكير ادخل الاسلام. فاحنا بنقول مسؤولية عظيمة وناقوس خطر يدق على باب كل بيت منا. اللي بيحصل ده لازم كل واحد مننا ينتبه، واحنا بنقول دي ثورة وتغيير وغير ذاك، لازم نتغير تغيرا حقيقيا، لازم نتغير تغيرا حقيقيا. نبدأ كل واحد في بيته يتغير، في عمله يتغير، في التزامي يتغير، نشوف كده الذنوب والمعاصي نتركها ونتوب منها ربنا سبحانه وتعالى، ونقول وعجلت إليك ربي لترضى. كل منا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى نغير المجتمع، والله المستعان. وأخيرا إن شاء الله نقول بأن الإخوة والناس اليوم لازم يكون على أهبة الاستعداد، لأن ممكن ما نعرفش إيه اللي هيتم، الله أعلم، قد يحدث انفلات أمني، قد يحدث دوم على السام زي ما حصل، الله أعلم اللي هيتم. لأن مبارح البادرة كانت بتاعته مبارح، هل هيستمر الأمر النهاردة الله أعلم. فإحنا لازم نتحسب لأي خطر، ونحن بعضنا من بعض، نحن منكم وأنتم منا، نحن أهل، نحن مجتمع مسلم، لسنا فيش حاجة اسمها سلفيين وغير سلفيين والكلام ده كله، إحنا مسلمين، إحنا مسلمين وإحنا مع بعض، الحلو بالحلو والمر، احنا مع بعض الحلو والمر مع بعض، ونتعاون على البر والتقوى، لاننا امة التراحم والتواد والتعاطف والتناصر. مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. يقول لو سمحت ممكن تخرج الاخوة لاقسام الشرطة لحمايتها، ممكن لو حسينا بأي خطر، لا شك لا شك أننا هنحمي الأماكن دي وهنحمي المنشآت المستشفيات والأماكن ديت لو حصل أي خطر، حسينا بأي شيء لا شك أن احنا هنحمي الأماكن دي. لا المنامات الله أعلم، الله أعلم، ليس في لي في تفسيرها. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.